السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنستكمل مجموعة الحلقات تعلم اللغة الإنجليزية بطرق فعالة وبشكل غير تقليدي. طبعا كلكم عارفين هي البي بي سي. البي بي سي ديت واحدة من أكبر المحطات في العالم في البث الإذاعي وفي البرامج الإذاعية، وعندها قنوات كبيرة على مستوى العالم. في جزئية واحدة بس من البي بي سي احنا محتاجينها دلوقتي، هي تعلم اللغة الإنجليزية. لما تخش على الويب سايت بتاع البي بي سي هتلاقي فيه جزء كبير جدا اسمه ليرن انجلش، وجايب لك فيه كورسات وجايب لك فيه وحدات وجايب لك فيه شروحات كتير قوي. اللي انا بتكلم فيه النهارده هو حاجه اسمها 6 مينيت انجلش، ودوت من الاسم طبعا بيقول ان انت بتتكلم عن موضوع معين باللغه الانجليزيه في 6 دقائق بس. الموضوع جميل جدا ولذيذ، وانا عن نفسي بسمع له بقالي سنوات، يعني ما بيحتاجش مني اي مجهود خالص. في نفس الوقت بكتسب ثقافه علم، لانه بيتكلم عن موضوع من المواضيع الكبيره، ممكن يتكلم عن الضوضاء، التلوث، استخدام الاكياس البلاستيكيه، السينما، الافلام، كل الموضوعات. بيجيب لك موضوع محاور، بيجيب لك 2 مذيعين بيتكلموا مع بعض بلغه انجليزيه سهله بسيطه، وفي نفس الوقت هو كمان بيعرفك على الترمينولوجي اللي انت بتسمعها، يعني اي كلمه صعبه او مصطلح صعب بيقدر يشرحه لك اثناء الحوار في 6 دقائق فقط، يعني وجبه متكامله في اللغه الانجليزيه. الجميل كمان ان انت مش بتسمع بس، انت بيجي لك نص بي دي اف بيكون موجود عندك في الويب سايت، فبتقدر تنزل النص دوت مع الصوت وتسمع الاثنين مع بعض، فانت برضه بيكون عندك هنا وجبه متكامله في اللغه الانجليزيه، بتسمع وبتقرا وبتاخد كمان ترمينولوجي وكلمات جديده. خليكم معايا وهنشوف بالظبط ازاي نستفيد من الميزه الجميله ديت مع البي بي سي. رجعنا لكم تاني مع الشرح. هنشوف ازاي نخش على موقع البي بي سي. هنلاقي هنا بي بي سي ليرن انجلش، هنكتب على جوجل خش، هنلاقي بي بي سي ليرن انجلش. الموقع كبير جدا ومليان كورسات ومليان دروس تعليميه كتيره. اللي انا بتكلم فيه النهارده هو موضوع تعلم الانجليزيه في 6 دقائق، 6 مينيت انجلش. هنخش هنا على فوكابلري، وهنخش هنلاقي في حاجه اسمها 6 مينيت انجلش، نتك عليها بتفتح هنا. هنلاقي مجموعة كبيرة جدا من الدروس، وأجمل ما في الدروس دي إن هي بتناقش حاجات كتيرة جدا في حياتنا. يعني لو تلاحظ من الصور لأعياد الميلاد والهدايا، وبيتكلموا عن الوضع الحالي من انتشار الفيروس. وأدي أهو should we wear face mask. هنخش هنا مثلا على الحلقة ديت، أدي الحلقة قدامنا، نقدر نعمل listen هنا هوت على طول، هنا استماع مباشر. طيب هنا بسمع، تنزل تحت هتلاقي introduction، تمام، وفي سؤال حوالين الحلقة والفوكابلري اللي نقدر ناخده، الحاجات اللي هو شايف ان ممكن تكون صعبة عليك، وشرح لكل كلمة، تمام. هنا هو الحوار، تمام، كاتب الحوار ما بين سام وروب، تمام. الجميل كمان ان انا اقدر انزل الحوار كامل بصيغة البي دي اف، تمام، واقدر انزله بصيغه الام بي 3 اوديو علشان اقدر اسمعها على طول بشكل مباشر، سواء من التليفون او من السياره او من اي جهاز استماع. وهنا البي دي اف اقدر اقرا النص. يبقى انا زي ما قلنا وجبه متكامله، ان انا بسمع يبقى انا بعمل ليسننج، وبقرا بعمل ريدنج، وفي نفس الوقت بكتسب فوكابلري جديد، كلمات جديده. وزي ما قلنا اي كلمه صعبه اقدر اخدها كوبي واروح احطها في القاموس او اعمل لها تشيك، وكده يبقى انا اتعلمت مجموعه من المهارات في اللغه الانجليزيه في 6 دقائق فقط مع بي بي سي ليرن انجلش 6 مينيت. اشكركم على الاستماع، ونرجو ان شاء الله تستفيدوا بهذا الموقع، والسلام عليكم ورحمه الله.